علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن الفنانة لطيفة رأفت أقامت يوم السبت بمنزلها بالرباط حفل العقيقة الخاصة بمولودتها الأولى ألماس. وأكد المصدر ذاته أن لطيفة رأفت اختارت القيام بحفل عقيقة بسيط وذلك بحضور أسرتها فقط، نافيا حضور وجوه فنية معروفة للسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن لطيفة رأفت وضعت قبل أسابيع مولودتها الأولى ألماس بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط.